أصدرت الحكومة مؤخراً قراراً بحظر تصدير الأسماك بسبب العجز الحاصل بالسوق المحلية وارتفاع أسعاره بشكل كبير، فقد وصل سعر الكيلو الديراك إلى 25,000 وسعر التونة إلى 14,000 ريال، مما جعل المواطن غير قادر على الاقتراب من سوق الصيد. وبمجرد زيارة للسوق هذه الأيام يلاحظ أن للقرار مردوداً إيجابياً على السوق كما يقول الصيادون. ديرك ب 12 ب 10,000 ريال، كان ب 25، صح؟ حلو، تمام، سعر حلو، بس احنا نشي ينقص ازيد وزياد. الثمد ما هلوش، طيب ادو الثمد ما هلوش، المفروض اجزاء مغفر. تقول لابو معك حشيش، لو معك حشيش والله العظيم يعملوا بك ولا يكلموا هناك، لكن معك صيد خلاك رجع على قم. والحمد لله رب العالمين، توفر الاسماك بنسبه كبيره، وانخفضت الاسعار ونقصت الكيلو الطماط من 14,000 الى 7,000 ريال، والباقيه الاسعار كمان، والحرق نقص الى 3,000 ريال، كان يعني حدود 5,500 مع الراس. بسام الفضلي فضل ان يذهب الى فرع شركه للاسماك فتح مؤخرا في مدينه تعز كاول مستثمر يوفر الاسماك المجمده، فيقول أنه وجد غايته هنا وناسبه السعر ليصبح زبونا دائما بعد أن رأى النظافة والتعامل الحسن والمنافسة لتقديم خدمة جيدة للمواطن. مكان مضمون، محفوظ كمان بالثلاجات، ونظيف، أسعار ممتاز، طبعا أسعاره تناسب الدخل المحدود للموظف، للعامل، صاحب الدخل المحدود او الدخل اللامحدود. معك 2000 تقدر تشيل سمك من هنا، معك 5000، معك 4000، معك 3000، معك 1005. اللي كان معه 500 او 1000 ما يقدرش ياكل سمك، الان يجي هنا يشتري بالخمس، بالالف، بالالفين، بالالف5، يعني اسعارنا افضل من السوق بكثير، ويعني اكثر الزبائن مرتاحين. يعني في احيان تجي في وقت في الصباح، يعني المكان ما شاء الله مزدحم بشكل كبير، والزبائن يعني راضين بهذا الشيء، وحبوا انه المكان نظيف، يعني والاسماك نظيفه وطازجه وممتازه جدا. يعني تراجع انتاج البلد من الاسماك اكثر من 60% منذ بدايات الحرب، وهذا عائد كما يقول تجار الاسماك الى التجريف الحاصل بالبحار وانعدام الامن وارتفاع المشتقات النفطيه وصعوبه الوصول الى الاسواق، إضافة إلى الإتاوات التي تدفع طوال الطريق، وهو ما يضاف إلى التكاليف فيصل إلى المواطن بسعر مضاعف ومرتفع.